الله، كيف حالكم؟ يا رب كلكم طيبين. اليوم بعلمكم اني ايش اسوي قبل. دائما تسالوني هذا يديك ايش تسوي لي، انا بقول لكم حاجات انتم تعملوها قبل ما تدخلوا المطبخ، يعني او بعد، يعني اني بقول لكم الحاجات اللي اعملها قبل ما ادخل المطبخ او قبل ما اصحي، يعني بعد ما اصحي من النوم ويكون عندي طبخ قلايه وزي كذا حاجات اسويها. اول حاجه وقت الصيف بقول لكم شيء، الكلمن لوشن. انا استخدم كلمن لوشن، هذا كلمن لوشن ايش سوينه؟ ربنه حطوه ببوكم وخلوه بالتلاجة يبرد على الوجه، سواء انه عملتوه قبل الطبخ وانتم تطبخوه كده، شفتوا حرارة الفرن وكده ما يخليش الوجه يجهف. احنا نقول شوفوا تعملوه نفس كده، شوفوا قوامه، طبعا قوامه تغير عن زمان، نحن نستخدمه ايام الحصبة، قوامه تغير عن زمان، كان اول تقيل الان قدو خفيف، بس انا احطه بالثلاجة يبرد، يبرد اللي يعني تحسونه يبرد البشرة وهو بارد كده، سواء اني عملته قبل ما اطبخ او بعد ما اطبخ، بس اني افضل لو بستخدم فرن قلاية وكده خبز استخدمه قبل، اني اسويه قبل. تمام، والان بقول لكم على كمان الشيء اني استخدمه، عرفتوا يعني انه اكون بعد. وكمان بقول لكم على حاجة اني استخدمه متى، قبل يعني استخدمه قبل ما اصحى من النوم. عندي هذا اللي هو دم الغزال، اني انا بطير الدنيا لو فتحته، شوفوا دم الغزال يجي لونه احمر، هذا حلو اخلطه مع ماء الورد، مع ماء الورد وعمله في خدودي بشفايفي كده، يورد الوجه يخلي وردي طوال النهار ولا يبعد، بس اختاروا دم الغزال الاصلي، عرفتوا؟ حطوه مع ماء الورد كذا، ملعقة صغيرة مع ماء الورد، ولا حسب انتم قوة اللون اللي تشتونه. تمام، هذا ماء الورد معه خلصناه. غسول عادي، اول ما صحي استخدم اي حاجة غسول استخدمه، انا استخدمه قبل ما انام الغسول اكثر شيء، وصابونه فيه عادي. الان تعالوا بعلمكم خلطة اللي دايما انا استخدمه، هي من المطبخ بنفس الوقت حلوة للبشرة للجسم، اللي هو ملح، ملح البحر، ملح ايش يسمونه، ملح الحليب، وعندي ده مانجا. شوفوا اني اخلط ده مع ده، وايش احط معه كمان؟ احط معه قهوه، عندي قهوه، لما اشرب القهوه بالاله اللي يبقى مني اطلع معايا، شوفوا اطلع القهوه دائما اجمع هنا القهوه، شوفوا ما شاء الله هذه قهوه ربيكم اياها، شوفوا قهوة عادية اللي طلعها من نفس المسوي. طبعا انا الان خلينا نفتح، انا كملت خلطتي يعني اللي معايا خلص، باخذ من هذا قهوة الحليب، انا احب اخلط وانتم زي ما تحبون. واخذ من هذا اللي هي بابايا، يعني بحب البابايا واحب اللي بالزبادي الوردي. شوفوا ريحته تبين، حتى الحليب ريحته حلوه. تمام، اخلط، ايش اسوي بخلط؟ اخلط مثلا ملعقة من هذا، ملعقة من الحليب، طبعا دي بحطها في علبة واحدة، باخذ كمان ملعقة من القهوة، يعني كده شوية شوية، بس هذي كتير. تمام، بخلطهم مع بعض طبعا بالماء، بلو يدكم كذا خلطة مع بعض، طبعا دي حق الماسك بس عادي. رهيبة رهيبة، لأنه القهوة بنفسك ما تنفعش يعني،
فهمتي؟ خلاص الآن إيش بسوي؟ ببول يدي بالماء شوية بس، كده شوية بس، وبدأ عادي على القاعدة كده، تمام؟ شوية بس كده طبطبوا طبطبوا من كده. بس نحن نشتري مبللة وناخد السكراب، ناخد السكراب هذا ونرجع كده. دائما أسوي دائما، شوفوا كده هنا مفاصل كده بحركة، بس مش بقوة كده، بحركة خفيفة ويبقى يبقى عادي. تقدرون لما يبقى تستخدموه، طبعا مي أعمله بسمي كامل، مرات مرات بس يدي خلاص أكون آخر الليل يعني خلاص كده ده أعمله. طبعا أنا أعمل أخليه جنبي كده، أضعني في بيئة راح يحرقني. خلاص أغسل، أخلص لا قليل ولا شيء، أغسله أغسله عادي. من المكان أو أغسل يدي بالصابون، لأنه لا خلاص يا سلام سلم. بس أي نوع كريم الآن؟ أي نوع كريم؟ شو بخليك كده بنخلص نلبسه، واللي تستوي ناعمة وحلوة ما فيش أحسن منه. بس أنا حتى ما حبش أصلا الكريم بيدي، فأني أنا أشوفه بالمناعش. خلاص الآن ارتاحوا، عرفتوا أني إيش أستخدم وإيش الأشياء اللي أني أعمله. يا هدى إيش تعملي بيديك؟ كلمي نحن روتين، أنا ما أعملش روتين وفعلا، وهذه الأشياء مرة أعمله ومرات لا، يعني على حسب على حسب فضائي على حسب. بس أكثر الأيام هذه اللي أستخدمها، ما عنديش خلطات كثيرة وأشياء وكده، لكن كأي امرأة كأي بنت أستخدم هذه الأشياء. وأغلب الناس تستخدم ملح، يعني اغلب البنات تستخدم ملح الليمون، ملح الليمون ملح الحليب. شوفوا اني بس بالطبخ، خلونا احنا بالطبخ، لكن انا حبيت اني افيدكم، قلت لكم الشيء اللي بفيدكم اياه بقول لكم عليه. الكلمين لوشن ليش احبه؟ لانه انا لما استخدم الفرن وجهي تعرفوا حراره الفرن لازم اسويه واخليه بالثلاجه، حتى لو حرقت في حرق الزيت طش على وجهي يكون يعني حساس اللي حافظ. بس والله حبيت اني اشارككم كده هذا الفيديو. طبعا اني كل مره خرجت لازم اخرج وعشان اهدر معاكم. هنا رحت كمان عند عم سيد اللي هو شركه بحبح، هم عندهم قسم للحلويات الحلواني، هذا الجزء الثاني، وانا اصور لكم اشياء الحلويات. طبعا اخذت حاجات واختي كمان بقبلها حاجات، انتم عارفين انه اختي تعمل الكيك والحلويات، تعمل معجنات موجودة في عدن. اللي حاب يطلب بحط لكم الرقم حق التواصل آخر الفيديو، تمام؟ عشان اللي حاب يعني يتواصل معاها ويطلب في طلبات كيك طلبات معجنات، هي بعدن موجودة. بس قولوا لها نحن من طرف هدى، نحن جينا من عند أختك هدى، وهي بتتوصف بكم بتعمل لكم أحلى الحاجات. شوفوا أشياء هي اللي علمني، هي اللي علمني أعمل أي طبخة. شوفوا أني أطبخة أستشيرة، تعطيني هي تعطيني الطرق، وأبدا ما تبخلش ولا تقول أني أساسا أبيع ولا تخبي لي نفسي ولا شي، بالعكس تقول علميهم وخليهم يتعلموا، واللي حاب يفتح مشروع واللي حاب يعمل له يعني بزنس كده ويتكسب. ويعني دايما تقولي الواحد يعني حلو يعلم، أبدا يعني ما تخبيش عليا، ودايما تعطيني يعني الطرق وأسرار وأشياء وإضافات وأني أقول لكم إياها مني. هي أكيد يعني المنبع، هي اللي علمني الطبخ،
واني من بعده اني كيف اقول لكم بجد اني من بعده استويت هدى اللي تطبخ، ولاني ما كنتش يعني ما كانش مجالي في الطبخ، لكن معاها وعلمتني بعدين كفاية اختي علمتني احب الطبخ، ما علمنيش يلا تعليم خلاص وصفات، لا خلتني احب كيف اني يعني احب اني اطبخ، احب ادخل المطبخ. طبعا شفتوا اني اشتريت القوالب، اشتريت قالب الكايزر بتشوفونه، واخذت هذه تبع الحلويات، عرفتوا الذهب، ورق الذهب، اخذت دي الالوان الثلاثه، نحاسي وذهبي وفضي، وهذا حق الخبز الكايزر. تعرفوا ايش الكايزر هنا؟ خبز البرجر يسمونه كايزر، فاني تعلمت من لما رحت قلت له اشتري حق البرجر الخبز، ما فهمنيش، بعدين قال لي تبع خبز الكايزر، قلت له ايوه خبز الكايزر، رواني الخبز الكايزر، ويعني اخذته حلوه جدا. وهذه قلت بما اني رويكم قوالب، هذه اني قوالب عندي حق الحلا، نفس القالب الكبير حق الكيك، هذاك حق اختي، اخذته لاختي نفسه، بس شوفوا مين يعني عندي، هذا حقي، عندي صغار، قلت ارويكم دمو عندي جديد، لاني تعرفوا على شوي شوي واني للان افتح الحاجات حقي، قلت ارويكم هذا حق كده كب كيك، تعملوا كب كيك صغير او عندكم تارت، اي حاجه عندكم تعملوا فيه، ممكن اشياء كب كيك مالح مع لبنه وكذا، يعني تقدرون نعمل ابتكارات، نحن نبتكر اشياء كثيره. شوفوا كيف انا احاول اني ارويكم الصوره. طبعا هذا القالب ايش يعمل لكم؟ يعمل لكم مثل الفيبو، زي فتحه، مش فتحه، في بوز العمق يستوي بالتارت او بالكب كيك، بحيث انكم تحطوا الصوصات نفس كده موضح. طبعا في نفسه بس يجي ايش، هذا عميق فتحته، يعني شوفوا العمق حقه عميق، كيف اقول لكم الفتحه، لكن في ثاني حقه العمق لا واسع، يعني الصوص يكون قليل فيه بتحطوا، لكن ده لا تحطوا صوص والصوص يكون لداخل يعني. فأني عجبني هذا القالب، ما أخدش القالب الثاني، طبعا عادي هذا أبو الغاز، أجاي دقدق اللي يشتي غاز، خلاص هنا حطيته مع غسلته تمام، وحطيته مع الصواني، هنا دولاب الصواني، اللي حاب ياخد فكرة لدواليب المطبخ يعمل دولاب مقسم للصواني، جدا روعة. وهنا تعالوا أقول لكم على هذه الكريمة أني عملته، بس أني للآن جالسة يعني أجرب أنواع كريمات، هي أختي عطتني طريقة، قال لي ثلاث طرق، قال لي شوفي إيش أفضل لهم وإيش أحلى أفضل طعم أنت بيعجبك، وشوفي إيش تعطي لهم، كل الطرق حلوة، بس للآن هذه أحلى طريقة عملتها بالصوص الأبيض، بس أضبطه تمام أكيد بنزل لكم. وهنا عادة التدوير، شوفوا عندي هذا الصحن الكوب انكسر، لكن شوفوا أني إيش عملت له، عندي بلوزة عادية في بكن أحجار، فقطعت عليها الأحجار، وأني إيش خليت جمعته، وهنا الكوب لما تكسر حاولت أني أصمغه واستوى يبان، يعني حاولت أني ألصق الأحجار وطلع أحلى فنجان قهوة، صراحة طلع شكله حلو، عدو يمكن التصوير دار لمو. وهنا هذا الزرع اللي أنا اشتريت زرع عشان أحطه في البيت، هذه فل أو يسمونه زأبق، قال لي وأخذت واحدة اسمها السجاد، واحدة مدري إيش اسمها الثانية، نسيت اسمها كربونية مدري كربوهية، يعني نسيت أسمائهم. هذا كان الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وتستفيدوا، ولو حاجة بسيطة لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنت حلو منكم، ما تنسوش أبدا أنكم تطبقوا الوصفات زي ما أنتم تشتوا الوصفات، هذه وصفة العناية، أني نزلتكم وصفة عناية. إن شاء الله كمان إذا في حاجة بتستفيدوا مني أكيد بنزل لكم ياتي، حاجة بتنفعكم أكيد بنزل لكم ياتي، وبس والله إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو.